الزمالك النهارده هيستأنف تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمواجهه نادي الاتحاد السكندري في مسابقه الدوري الممتاز. امبارح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني عمل تعديل على برنامج الاعداد للمباراه، وقرر المدير الفني منح اللعيبه راحه من التدريبات بعد ما كان مفترض ان التدريبات تتعمل امبارح من غير راحه بعد ماتش مودرن فيوتشر اللي كان يوم الخميس. طبعا احنا هنواجه الاتحاد السكندري يوم الاثنين اللي جاي في برج العرب في الجوله ال 25 لمسابقه الدوري المصري الممتاز اللي اكيد بنتمنى فيها كل التوفيق لفريق نادي الزمالك. استكمالا بقى للاخبار وبالتحديد بالنسبه لبرنامج الفريق لماتش الاتحاد السكندري اللي جاي واصداء التعادل الاخير مع نادي مودرن فيوتشر، جوميز كرر علاج الاخطاء اللي حصلت في الماتش الاخير وكلف كمان جهازه المعاون باعداد تقرير مفصل عن كافه التفاصيل الخاصه باللاعبين. التقرير هيتضمن الحاله الفنيه والبدنيه الخاصه بكل لاعب شارك في اللقاء والاخطاء كمان اللي وقع فيها. التقرير هيقدمه النهارده جهازه المعاون ومحلل الاداء عشان يبدا النهارده يشتغل على الاخطاء ويعالج الاخطاء عشان يكون الفريق ان شاء الله باذن الله جاهز بافضل شكل ممكن خلال المباراه القادمه. النهارده احمد فتوح الظهير الايسر للفريق هيخضع لاختبار طبي وفحوصات قبل المران تحت اشراف الجهاز الطبي بقياده الدكتور محمد اسامه عشان يطمنوا على حالته بسبب الاصابه اللي كان بيعاني منها وهي الام في العضله الضامه وغاب بسببها عن ماتش مودرن فيوتشر الاخير. وفقا للفحوصات هيتحدد موقف اللاعب من المشاركه في التدريبات الجماعيه وكمان فرص لحاقه بماتش الاتحاد السكندري القادم. خلينا ناكد ونفكركم ان فتوح شارك في ماتش نهضه بركان المغربي في نهائي الكونفدراليه وهو كان بيعاني من الاصابه، لكن الجهاز الطبي تعامل معاه وجهزه الدكتور محمد اسامه جهزه بالشكل المناسب، لكن عادت بقى الالام وبناء عليه تم استبعاد احمد فتوح من الماتش اللي فات منعا من تفاقم الاصابه. احمد فتوح برضو واحد من اللعيبه الكبيره، واحد من اللعيبه المهمه ان شاء الله اللي يبقى ليهم دور كبير مع النادي خلال الفتره اللي جايه. مصطفى الزناري مدافع فريقنا هيعمل اشعه وفحوصات خلال الوقت اللي جاي عشان يطمنوا على حالته بسبب الاصابه اللي كان بيعاني منها في العضله الاماميه. الزناري طبعا بيعمل برنامج تاهيلي وعلاجي من فتره تحت اشراف الجهاز الطبي، ووفقا لمعلوماتنا حالته الطبيه جيده واصبح قريب جدا من التعافي النهائي من الاصابه، فبالتالي مصطفى الزناري قرب من المشاركه في التدريبات الجماعيه، لكن ده هيتحدد وفقا لنتيجه الاشعه والفحوصات اللي هيعملها الجهاز الطبي خلال الايام اللي جايه. نختم اخبار الزمالك من عند فريقنا اللي هيستعيد في المباراه اللي جايه امام نادي الاتحاد السكندري خدمات زياد كمال لاعب وسط الفريق واللي غاب عن ماتش مودرن فيوتشر الاخير بسبب الايقاف لتراكم البطاقات الصفراء. زياد ادى برنامج تاهيلي خاص خلال اليومين اللي فاتوا بقرار من المدير الفني جوزيه جوميز عشان ما يفقدش لياقته البدنيه ويكون جاهز بالشكل المناسب لمباراه الاتحاد السكندري القادمه في بطوله الدوري العام.